إما ينتخب رئيس من قبل الشعب مباشرة أو ينتخب من خلال البرلمان أو مجلس الشعب ما يسمى، والغالب هو ينتخب مباشرة من الشعب مباشرة، الانتخاب مباشرة. جمال عباس، نحن الآن في انتخاب أعضاء اللجنة السياسية في الغوطة الشرقية وانتخاب رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة، العملية الانتخابية التي ستثبت وأثبتت، وما في داعي لحد يشهد لنا بأنه نحن ناس ديمقراطيين ونؤمن بالديمقراطية ونؤمن بالحل الديمقراطي. الترشيح بلغ عدد المرشحين وفق الآتي: رئاسة الهيئة مرشح واحد، نائب رئيس الهيئة مرشحين اثنين لا غير، ثلاثة مرشحين لا غير. اليوم نحضر انتخابات الهيئة السياسية للهيئة العامة في الغوطة الشرقية لمساندة الحل السياسي، بالإضافة إلى التنسيق والعمل الثوري في الغوطة الشرقية لمستقبل سوريا المشرق الشمالي. بشير قاسم غسان عبد الواحد